شوف يا كابتن، يعني ال 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 يعني المباريات طبعا حته الريكورد يعني دي مش غريبه، مش جديده على النادي الاهلي. النادي الاهلي عمل قبل كده ريكورد اكتر من كده، لكن المكسب ان احنا اللعيبه تدخل بتاعتنا، لكن في حاجات كده يعني مش عارف مع فايلر الحقيقه الفتره اللي مسك فيها دايما بنفوق الشوط الثاني، مش عارف ليه. يعني دايما الشوط الاول بيبقى فيه حاجات لخبطه كده في التشكيل، في طريقه بيبدا الشوط الثاني بيتغير خالص، مش عارف يعني هل ده يعني بقى فلسفه عنده او طريقه. لا بالعكس، كان في تغيرات واصابات. بالظبط، اولا في اصابات، لكن انا في وجهه نظري برضو سماح ان بالعكس ده يحسب للمدرب. يعني دايما يقول لك الشوط الثاني ده شوط المدربين. معنى ايه شوط المدربين؟ انك انت قبل المباراه كمدرب بتحط سيناريو معين. سماح مين؟ لا ما قلتش سماح. بعد قبل المباراه بتحط سيناريو. السيناريو ده ممكن جدا يتطبق في الشوط الاولاني طبعا، وممكن ما يتطبقش. شطاره المدرب ان هو بيسترجع سريعا. والنهارده على فكره فايلر بعد نص ساعه، يعني نص ساعه بالظبط بعد ادائه شايف ان لا عدله الملعب مش مظبوطه، ما عندناش جناح. بعد ما بدا اجاي بالظبط، فانا في رايي حتى لو النادي الاهلي مستواه الفني في الشوط الثاني بيرتفع، ده اعتقد نجاح لفايلر. احنا طبعا كلنا وبنحب النادي الاهلي، واحنا بنقول دايما ان النادي الاهلي بيقدم لنا كوره حلوه قوي ونتائج. فيعتقد الشخص ان شاء الله باذن الله زي ما انت قلت علاء هيجي طبعًا. كل اللياقه البدنيه والفنيه والذهنيه بتيجي مع المباريات، وان شاء الله اللي جاي هيكون افضل. يعني ان شاء الله.